القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. المجموعات الإرهابية المسلحة تزرع العبوات الناسفة في المناطق السكنية المأهولة من أجل قتل أكبر عدد ممكن من المواطنين. في مدينة حماة فككت عناصر الهندسة عبوتين ناسفتين معدتين للتفجير زرعتهما مجموعات إرهابية مسلحة في حي غربي المشتل وعلى دوار الحرش بحي الصابونية بعد العثور عليهما من قوات حفظ النظام. وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن عبوتين ناسفتين أخريين انفجرتا إحداهما بحي جنوب الملعب أثناء مرور دورية لحفظ نظام، ما أدى إلى إصابة اثنين من عناصرها بجروح، في حين انفجرت الثانية بحي التعاونية دون وقوع إصابات. وفي ريف حماة تمكنت الجهات المختصة من تحرير المهندس يوسف النايف الذي كانت مجموعة إرهابية مسلحة اختطفته خلال عمله في زراعة أرضه بمنطقة السيح بمحرد منذ أيام عدة. وخلال ملاحقتها للمجموعات الإرهابية المسلحة في ريف حماة ضبطت الجهات المختصة كميات من الأسلحة والذخائر شملت 3 رشاشات وبنادق روسية وبومباكشن ومسدسات وكمية كبيرة من الذخائر والعبوات الناسفة، إضافة إلى عدد من البزات العسكرية كانت تستخدمها هذه المجموعات للنيل من صورة الجيش. كما تم استعادة عدد كبير من السيارات المسروقة وعليها لوحات مزورة. وفي اللاذقية انفجرت عبوة ناسفة أمام ورشة للف المحركات في حي العوينة، وتسبب الانفجار باحتراق الورشة وشخصين كانا بداخلها، كما امتد الحريق إلى خزانات الكهرباء عند مدخل البناء، وتضرر عدد من المحلات المجاورة والسيارات التي كانت مركونة في المكان. أهالي الحي استنكروا هذا العمل الإرهابي وأكدوا أن من ارتكبه يستهدف الوطن ومواطنيه وهو أداة رخيصة لعملاء الخارج. ما كان صار 5 دقائق صفينا السيارة وفتنا لجوا، بعد 5 دقائق طلع الانفجار. كان والله قاعدين ما لنا خبر، طلعنا نتفرج ولا مضروبة السيارة. جيت لأخذ الأولاد والنسوان، والله ما في، ما استغربنا جينا شفنا هالمنظر هذا، يعني والله العظيم هاي يعني عيب، يعني هي الحرية بالدنيا، هذا هي الديمقراطية. والله نحن وبالبيت قاعدين بشكل طبيعي، طلع انفجار، طلع دخنة قوية، بعد شوي بنسمع إني في تفجير بالبناية، نزلنا في بعض الضحايا والبناية مهدمة كلياتها والحيطان نازلة، الأسانسور من محله مقبوع. بالشارع المسلم العوينة تابع للشغضاي، ويعني شايف أنت، شوفت عينك شو اللي صاير يعني، والحمد لله رب العالمين، يعني إني ما كنت تارك حدا بالمحل يعني. اللي مبين إنه تفجير قوي كتير يعني. رايح كل شيء في محلات، اكثر من 7 محلات انفتحت على بعضها من قوه الضرب. الباب الحديد طار على الجهه الثانيه من الرصيف. ما حرام المحلات، ما حرام الدنيا، شو هذا؟ هي شو فيها البنايه؟ كلياتنا جيران واهل من 50 سنه بهالبنايه، لا فيها غريب ولا فيها انسان يعمل شيء، ليش حتى يفجروا؟ شو عم يعملوا فيها؟ شو عم يعملوا؟ كلنا نطفي، مين هذول اللي ماتوا؟ مولادنا. وفي محافظة درعا اشتبكت عناصر الجهات المختصة مع مجموعة إرهابية مسلحة حاولت الاعتداء على مراكز أمنية بريف المحافظة، وتمكنت من قتل أحد المسلحين في تبادل لإطلاق النار. وفككت وحدات الهندسة عبوة ناسفة تزن أكثر من 10 كيلوغرامات مصنعة من السماد المطبوخ موضوع داخل أسطوانتين معدنيتين موصولة بجهاز تحكم للتفجير عن بعد. والعبوة كانت موضوعة أمام جامع الرحمن في بلدة نعيمة. وفي ريف دمشق فككت عناصر الهندسة عبوتين ناسفتين في دوما زرعتهما مجموعة إرهابية مسلحة دون حدوث أي إصابات. وفي مدينة خان شيخون بإدلب حاولت مجموعات إرهابية مسلحة الاعتداء على مركز الطرق العامة وعدد من المفارز الأمنية، فتصدى حراسهم لهم وقتلوا أحد المسلحين وأصابوا عددا آخر منهم، في حين أصيب عنصر من هذه المفارز بجروح. بينما ذكر مصدر في شرطة محافظة إدلب أن المواطن نذير الشحنة الذي استهدفته مجموعة إرهابية مسلحة قبل يومين توفي متأثرا بجراحه. وكنا نقلنا من أحياء دمشق والمدن والمحافظات السورية بشكل مباشر بعد صلاة الجمعة كيف أمضى أبناء المحافظات السورية يومهم ونبض الحياة في مدنهم.
أئمة وخطباء المساجد في خطبة الجمعة بدمشق يستنكرون العقوبات الاقتصادية بحق سوريا ويؤكدون أنها لن تثني عزيمة شعبنا عن الصمود. الجامعة العربية أصبحت مطية لأجندات سياسية خارجية ولمخططات غربية بامتياز، هي فحوى خطب أئمة وخطباء المساجد في خطبة الجمعة الذين استنكروا قرارات الجامعة الجائرة بحق الشعب السوري، معتبرين أن العقوبات الاقتصادية التي اتخذتها تشكل تمهيدا لتدخل خارجي وضرب آخر معقل لقوى المقاومة والممانعة في الوطن العربي في مواجهة العدو الصهيوني والمخططات الغربية التآمرية. وأشار الأئمة والخطباء إلى أن ما جاء في قرارات الجامعة العربية بحق سوريا الدولة العضو المؤسس للجامعة يتناقض مع ما أمر الله به. إنما جاءت به قرارات الجامعة العربية بحق شعب سوريا الدولة الشقيقة وإحدى الدول المؤسسة لهذه الجامعة بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا تهدف إلى حصار الشعب العربي السوري وتمهد لتدخل خارجي هو أمر مرفوض، فسوريا تاريخها يشهد لها أنها مع الصف العربي مع الحق العربي تحمل في قلوب شعبها كل حب وود وأخوة لإخوانهم الأشقاء العرب. واعتبر الأئمة والخطباء أن هذه القرارات سابقة خطيرة تمهد إلى تقويض دور الجامعة العربية ومن شأنها أن تفقدها دورها القومي، ما يمهد لاستفحال خطر العدو الصهيوني في احتلال الأراضي العربية والمقدسات الإسلامية وتوسعه على حساب الكرامة العربية. لماذا ننظر فنجد انصرافا من هؤلاء القادة الذين تمثلهم الجامعة العربية انصرافا عن هذا البيان الإلهي كله؟ لماذا ننظر فنجدهم يتولون عدو الله عز وجل وعدو المؤمنين قاطبة بدلا من أن يتولوا مولاهم وخالقهم سبحانه وتعالى؟ وأكد الأئمة والخطباء أن هذه العقوبات الجائرة لن تثني عزيمة شعبنا عن الصمود وهو قادر على تجاوز المحن والصعاب مهما عظمت. ليس لنا إلا بعضنا، ولن يدافع عن هذه البلد إلا أهلها، ولن يحميها إلا رجالها، فلنضع أيدينا مع بعضنا لندافع عن هذه الأرض ولندافع عن هذا الدين ولتبقى سوريا هي أرض الإيمان والحضارة. وسأل الأئمة والخطباء الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمتنا وشعبنا من كل سوء وأن يصرف عن بلادنا هذه الغمة والمحنة وأن يديم على وطننا وشعبنا أمنه واستقراره الذي ينعم به. وتتابعون بعد نشرتنا هذه مقتطفات من خطب الجمعة في عدد من مساجد دمشق. اعتبرت موسكو أن قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص سوريا غير مقبول، وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن هذا القرار يشير بشكل مبطن إلى احتمال تدخل عسكري في سوريا بداعي الدفاع عن الشعب السوري، وهذا غير مقبول بالنسبة للجانب الروسي. أصدر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا ضد سوريا اعترضت عليه 4 دول بينها روسيا والصين، وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.
ووصف مندوب روسيا التقرير الذي بني عليه القرار بأنه متحيز ولا يعبر عن الواقع. أما مندوب سوريا في المجلس الدكتور فيصل الحموي فوصف القرار بالعقيم، وأشار إلى أن الذين أعدوه يحاولون تسييس الأمر في سوريا، ويحاولون أيضا ألا يسعوا للعمل في أطر المرجعية لهذا المجلس التي تدعو دائما إلى الحوار. وأشار الحموي إلى الأخطاء الكثيرة التي يتضمنها القرار من انتهاكات لإجراءات مجلس حقوق الإنسان وتناقض لقوانين المجتمع الدولي، وهو ما يضرب مصداقية مجلس حقوق الإنسان وموضوعيته وخضوعه المؤسف والمرفوض لإرادة بعض الدول التي لا تهدف من وراء عقد الجلسة إلا لزيادة الاضطرابات في سوريا. وأضاف هناك ما يطلب من الناس في سوريا ألا يتركوا السلاح وألا يدخلوا في حوار من شأنه أن يحل المشكلة، موضحا أن حل المشكلة يكون من قبل السوريين وليس من دول تورد هذه الحروب لنا وتريد أن ترى سوريا يعمها المزيد من المشاكل. وقال الحموي إننا لم نسمع ولا حتى مرة واحدة أي مناشدة لحل هذه الأزمة بطريقة سلمية أو الانخراط بحوار وطني شامل أو حتى وضع أفكار يمكن لها أن تشمل مقترحات سياسية صادقة. وفي قرار مسيس صادر عن مجلس حقوق الإنسان اتهمت 37 دولة اتهموا سوريا بارتكاب انتهاكات ادعت أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، في حين أعرضت 4 دول بينها روسيا والصين القرار وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت. للمرة الثالثة خلال 8 أشهر يضع مجلس حقوق الإنسان سوريا على طاولة اجتماع طارئ لأعضائه، اجتماع إنساني الشكل سياسي المضمون، فهو إذ يلتئم بذرائع إنسانية إلا أنه يهدف في نهاية المطاف إلى الترويج لفكرة تدخل مجلس الأمن في الشأن السوري الداخلي وإيهام العالم بخطورة الوضع الإنساني هناك. وفي قراءة بسيطة لما بين سطور التقرير الذي صدر عن المنظمة الحقوقية الأممية يتضح تغييب الحقيقة واستحضار كذبة مزيفة تشكل محور استقطاب التدخل الخارجي، فحيث تحدث التقرير عن 4000 قتيل جراء أعمال العنف لم يتطرق إلى حقيقة أن نصف القتلى هم من العسكريين في الجيش والأمن السوري، ولم يقر بمقتل معظم النصف الآخر على أيدي مجموعات إرهابية مسلحة لم تستثني منهم الأطفال، بل زادت على ذلك اتهامها رجال الأمن بقتل أكثر من 300 طفل. وبينما تحدثت مفوضية حقوق الإنسان في تقريرها عن أرقام مبالغ فيها للمعتقلين، تجاهلت إفراج السلطات السورية عن أكثر من 3000 معتقل في أقل من شهر. كما أن التقرير حاول استجداء العطف على اللاجئين السوريين على الحدود في الوقت الذي تجاهل فيه الحديث عن حقيقة إقامة مخيمات اللجوء تلك بهدف المتاجرة بها أمام الرأي العام العالمي حتى قبل أن يلجأ إليها سوري واحد. وإن حاولت تلك الدول الانحياز لجانب من يريد استهداف سوريا بالاكتفاء بسماع شهادات شهود يقبعون خلف البحار والمحيطات في تقريرهم الأممي، إلا أن الحقيقة حضرت بقوة على لسان فاليري لوشينين المندوب الروسي الدائم لدى ممثلية الأمم المتحدة الذي حذر من مغبة التدخل غير الشرعي في شؤون سوريا، معتبرا التقرير منحازا وغير موضوعي. إذن من جديد يتجرد مجلس حقوق الإنسان من مسؤولياته تجاه الإنسان وحقوقه، ويثبت أنه مجلس مسيس بعد عدة تجارب غاب فيها عن انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان في كل من العراق وفلسطين والصومال وليبيا أمام واقع إنساني كارثي خلفته سياسات دول ارتهن لأوامرها. عنوان جديد لمجموعة معارضي مجلس اسطنبول وغيرهم من الانتهازيين المتلطين وراء شعارات تخفي عمالتهم لاستجداء التدخل العسكري الخارجي عبر طلب إنشاء منطقة عازلة، عارضين مقابل ذلك تخلي سوريا عن المقاومة وثوابتها وحقوقها في حال وصولهم إلى السلطة. تتعدد تسميات ومصطلحات أعضاء مجلس التدخل الخارجي في اسطنبول والملحقين بهم ممن رهنوا أنفسهم لإرادة الخارج حول مطالبتهم بغزو سوريا وتدميرها عسكريا، متنقلين بين الحماية الدولية والممرات الآمنة والحظر الجوي وصولا إلى المنطقة العازلة، والهدف استجلاب جيوش الغرب وطائرات الناتو كي تعيد رسم مشهد الدمار والخراب والدماء الذي أصبغت به العديد من المدن العربية.
هي ناس رايدين تدمير سوريا، ما في حدا بيطالب انه قيام منطقه حظر جوي او حظر بري او كذا. الارض السوريه كلها ارض مقدسه، يعني اي طرف اي نقطه تراب اي زرعه تراب على الحدود السوريه هي قلب دمشق وهي قلب حمص وهي قلب حلب. هالموضوع هذا حظر ما حظر لا يمكن. هدول اعداء الوطن، كل واحد عدو للوطن هو يلي بيطلب حظر جوي لهالبلد.